بعد قرار الكاف إعادة الكان إلى السنوات الفردية، جاء دور ديال التنظيم هذه المرة على جنوب إفريقيا. عام واحد فاصل بين نسختي 2012 و2013 جعل نظام التصفيات يقتصر هذه المرة على مباراتي ذهاب وإياب، وأوقعت القرعة الأسود أمام منتخب موزمبيق، وكانت مباراة الذهاب انتهت بسقوط المنتخب بهدفين نظيفين، شيء اللي عجل برحيل المدرب إيريك غاريت وتعيين رشيد الطوسي محله. الطوسي اللي أفلح في قيادة أسود الأطلس إلى النهائيات بعد سحقه في مباراة الإياب للموزمبيق برباعية نظيفة بمراكش. طوسي حاول يمزج ما بين اللاعبين المحترفين في الخارج ولاعبي البطولة، وبدأ المنتخب المنافسات أمام أنغولا وتعادل معه سلبيا، وفي المباراة الثانية تعادل بهدف لمثله مع الكاب فير، في حين كان المنتخب المغربي في المباراة الأخيرة الحاسمة في حاجة للعزف على نغمة الانتصار أمام صاحب الأرض والجمهور البافانا بافانا منتخب جنوب إفريقيا. ورغم أن الأسود افتتحت النتيجة عن طريق عصام العدوى مبكرا، إلا أن الحظ عاند أسود الأطلس وخرجوا متعادلين في آخر الأنفاس مع جنوب إفريقيا بهدفين في كل شبكة، ليخرجوا مجددا من دور المجموعات بعد فوز الكاب فير في الدقيقة الأخيرة على أنغولا بهدفين لواحد. أما لقب الدورة فعاد للمنتخب النيجيري اللي هزم بوركينا فاسو في اللقاء النهائي بهدف وحيد.